هل يجوز للمرأة النفساء أن تجمع الأهل وغيرهم في اليوم الثالث أو الرابع من الولادة نظرا لعدم وجود من يكفيها مؤونة لأعمال المنزل إلى أن تقوم بالعافية؟ هل أيش؟ هل يجوز للنفساء المرأة النفساء أن تجمع الأهل وغيرهم في اليوم الثالث أو الرابع من الولادة لمساعدتها لعدم وجود من يكفيها مؤونة في الأعمال المنزلية؟ إذا احتاجت إلى من يساعدها تطلب من أقاربها أو قريباتها ما من تساعدها، لا بأس بذلك للحاجة، ولا يختص هذا باليوم الثالث ولا بالعاشر ولا حسب الحاجة.